يدخل إلى المسار التشريعي، وما زال لنا متسعون من الوقت للحديث عن المادة 121 من المسودة، وسنحاول توقية هذا المشروع من سواري ومن شوائبه. خير لكم، شكرا لتتبعكم اللقاء ديالنا. حنا اليوم هيئه المحامين بالرباط عقدت ندوه بمناسبه اليوم العالمي للمراه اللي هو 8 مارس، انه فضلنا يكون واحد لقاء مع زميلات وزملاء، واللي طبعا جاوا اطروا هذا اللقاء نقباء، نقيب سابق لنقابة وجدة الأستاذ نقيب زياني، والأستاذ نقيب الممارس حالي الأستاذ نقيب البصراوي. وهذا اللقاء كان بشراكة مع منتدى المرأة المغربية المحامية المغربية مع اتحاد العمل النسائي. الموضوع تمحور حول سبل، بحال اللي تشوفوا سبل تفعيل مبدأ المناصفة داخل المؤسسات المهنية، باستناد على المقتضيات ديال المادة 19 من الدستور 2011 والمادة 121 من مسودة مشروع قانون المهنة. الفصل 19 من الدستور اللي هو يعني حسم في الأمر و سوى بين المرأة والرجل في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و ولكن كان هاد الفصل يعني أنه كان نشوفه على أن الحق للمرأة في المناصفة وفي هاد المستوى من بحال شيئان متناقضا، الحق لنا الحق في أنه في المساواة، ولكن في التطبيق كلما كان الأمر يتعلق بالمرأة إلا ويتم تعقيد والتعقيد المساطر. المادة 121 لأن كتشوفوا لأن في النقابات كنوجدوا على ان النسبه ضئيله اللي كتكون ديال المحاميات اللي هما كيتم انتخابهن وكيمثلوا في العضوات. رقابه الرباط كتشكل الاستثناء الوحيد اللي وصلنا انه كنا اربع عضوات في المجلس ديال الهيئه الحالي، وبالتالي كاين واحد التقصير، كاين واحد التهميش في نقابات اخرى. كنوجدوا بان ولو محاميه ولو زميله واحده انها كتكون ممثله في المجلس. الماده 121 من هذه المسوده ربما انها جات باش انها تنصف المراه المحاميه شيئا ما، ولكن لما على حسب انتم تابعتوا معنا هذا النقاش، من لما كتمأن في هذه الماده كتعتبر تراجع على كل المكتسبات وفي خرق سافر مع المادة 19 من الدستور. مادام أن الدستور كيوفر داك المناصفة بين المرأة والرجل، في حين أن المادة كتناقش بأن توجب تمثيلية نسبية. هاد المرحلة ديال التمثيلية النسبية احنا تجاوزناها لما كانت الفكرة ديال الكوطة، لأنه كما تعلم في جميع القطاعات أن المرأة ما قدرتش أنها توصل للبرلمان بواحد نسبة كبيرة إلا من بعد ما تمت هذه الأجراءات ديال الكوطة، ولكن هذه راه كانت في وقت في واحد كإجراء مؤقت. ما يمكنش وصلنا ل 2023 وأن الدستور ديالنا 2011 ومازال غنناقشوا على أن تكون النسبية، ولو أن هي عندها واحد الجانب إيجابي، لأنه كنشوف حنا العقلية دائما ديال ملي كتجي الانتخابات ما تتبقاش هذا الايمان والتشبع بهذه الافكار وبهذ القيم الكونيه، وكتولي واحد الحرب ديال الانتخابات اللي مع الاسف كنعيشوها حتى في على مستوى الهيئه. كنعرف حنا كنعتبروا على ان القطاع المحاماه يعني قطاع اللي خص يكون فيه ما تكونش فيه اصلا هاد الدفاع واش تكون هاد المناصفه او لما تكونش هاد المناصفه، باعتبار ان كل محامي وكل محاميه تيامنوا بالقسم من المفروض فيهم يكونوا ايمان قوي بالمبادئ الكونيه. إذن هذا هو الموضوع ديال النقاش اليوم. كانت توصيات من طرف زميلات واللي كانت مناقشة رائعة من طرفهم، أسئلة طرحت. هذه المادة 121
مازال غتخضع للنقاش، مازال غتخضع للاذى، باش ما يمكنش تكون هي هدر لواحد القانون، لواحد الدستور، الماده 19 من الدستور. هذا هو المجمل ديال هذا. وكنتمناو على ان واللي اسفني، اسمح لي اسفني، وهو ان المداخله ديال الاستاذ انس لقينا على ان ماشي غير قطاع المحاماه هو اللي كاين فيه هذا. انا كنشوفوا على ان حتى بالنسبه للقضيات حتى هما على حسب ما جا في العرض ديالو، في المداخله ديالو، ان حتى بالنسبه للقضيات حتى هما كيعيشوا هذا، بمعنى ان لحد الساعه كاينه نسب قليله ديال النساء القاضيات اللي ممثلين واللي تعطاهم مراكز القرار بشكل نسبي، وبالتالي هذا المشكل ديال المراه ولا عام فيما يخص القطاع ديال العداله. وكنتمناو على انه لانه الجمعيات لا زالت في نضال مستمر، وكنتمناو على ان المؤسسات يعني يوقع واحد التفكير مستقبلي على انه حان الوقت لكي نتصالح مع عداوتنا، اننا نعتبر ان كل محامي او لا محاميه على حسب الكفاءه ديالو، كل قاضي كل قضيه على حسب الكفاءه ديالو. وكنتمنى على ان تعطى واحد النتيجه، ونجي واحد النهار مثلا في 8 مارس المقبل ونلقاو على انه كوقع واحد التغيير، ولو يكون طفيف، لان هذا اليوم ديال 8 مارس هو يوم اللي كنراجعوا فيه نفسنا ماذا تحقق وماذا لم يتحقق. وكنتمناو، حنا كنعيشوا دائما في التفاؤل، والنضال سوف يستمر، وكنتمناو الخير في المستقبل. وشكرا لكم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.